السلام عليكم. في هذه المحاضرة إن شاء الله، اللي هي المحاضرة 12 والأخيرة من الكارديو فاسكولار سيستم، راح ندرس بها الكونجينيتال هارت ديزيز، اللي هي أمراض القلب أو عيوب القلب الوراثية. زين، بالبداية راح ناخذ مجموعة من الأمراض. طبعا هذا سيشن حلو ومو صعب حيل، بس شوية مصطلحات غريبة عليك. خلينا نبلش بالبداية. أول شيء الكونجينيتال هارت ديزيز هي عبارة عن أمراض ويا القلب أو أمراض بالقلب، زين، تصيب تقريبا 6 إلى 8 بالنسبة لألف ولادة، يعني كل 6 أو 8 أطفال من أصل ألف واحد يصير عندهم، يعني كنسبة هذه congenital heart disease. زين، بعد شنو؟ زين، من أمثلة على ذلك اللي هو الventricular septal defect، يعني أكو فد defect يصير بين الرايت ventricle والليفت ventricle، تمام، بالسبتوم مالتهن، او اتريال سبتر ديفكت بين الاتريوم والاتريوم، تمام، او اخرى اللي هي يعني امراض اخرى مثل ترانسبوزيشن اوف ذا جريت فيزل، او تيترالوجي اوف ذا فالوت، او انتيرير اند سيف، لا هذا الانتيرير سولت مو مرض. المهم ذني هنا عباره عن امراض بعض انواع الكونجنتال هادسز اللي راح ندرسها بهذه المحاضره. خلينا نبلش باول واحد. عندنا ما يعرف بالاساينوتيك والساينوتيك heart disease. شنو ساينوتيك؟ يعني اكو امراض تسبب لي ما او نسميها ما يعرف بالساينوتيك ديزيز، او اكو امراض نسميها بالاساينوتيك heart disease. شنو ذني؟ خلينا نجي هنا انا كاتب لكم اياها، الفرق بين الساينوتيك والاساينوتيك. شوف، الاساينوتيك يعني شنو؟ من اسمه سامعين مصطلح الساينوسيس اللي هو الازرقاق اللي يصير. ليش يصير اكو ازرقاق؟ بسبب اكو خلل او يعني خلل بالبلاد فلو، يعني البلاد فلو ما واصل لهاي المنطقه بشكل كافي، يعني خلل بالهارت بالكارديوفاسكولار سيستم، تمام. فقسم من الامراض اللي بالقلب يسبب لي ساينوسيس، وقسم من عندها ما يسبب لي ساينوسيس. فاللي يسبب لي ساينوسيس شو نسميها؟ ساينوتيك، واللي ما يسبب لي نسميها اساينوتيك. زين، الاساينوتيك ديفكت اللي هي تشمل لي الفنتريكل سبتال ديفكت، يعني شنو؟ يعني صار اكو فنتريكل سبتال ديفكت، ينتقل الدم منين؟ ينتقل من فنتريكل الى فنتريكل ثاني. زين، بس لا، بس ما راح ندخل بالتفاصيل، بس المهم عرفتك شنو هو الساينوتيك والاساينوتيك. ما راح نكمل، راح اجي اذكرك بهن ليش هذا سميناه ساينوتيك وليش سميناه هذا اساينوتيك. نكمل هسه. بالبدايه نجي لما يعرف بالاتريال سبتر ديفكت، اللي هو الديفكت اللي يصير بمن؟ بالاتريوم، يعني بين الاتريوم الايمن والايسر. شو يقول؟ يقول ان اوبننج هي عباره عن فتحه تصير بالسبتم اللي بين الاتريال الايمن والاتريال الايسر، حلو، فتحصر بيناتهم بحيث الدم يقوم يعبر من الرايت سايد اتريوم للليف سايد اتريوم او بالعكس حسب الضغط. هسه راح ناخذها. زين، يقول ذا فورامن اوفيول اكزيست تو برينتالي بيرميت رايت تو ليفت شانتينج اوف اوكسجينيتد بلاد اند از ديزيجنيتد تو كلوز بروبيتلي بروموبتلي افتر بيرث. يعني شو يقول بالطفل اللي هو بعد لسه ما جايبته امه، اكو فتحه، هاي فتحه طبيعيه، تمام، اوفيول نسميها بالاوفيول، هسه راح ناخذها بعدين. هاي فتحه طبيعيه تصير بين من؟ تصير بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم. ينتقل بيها الدم منين؟ ينتقل بيها الدم من الرايت اتريوم للليفت اتريوم، من الرايت اتريوم للليفت اتريوم. وضحت السالفه هسه؟ ليش؟ لانه الضغط اللي جايني يكون بالرايت اكثر من الليفت، ركز لي بهذا الشغله، فينتقل من الرايت اتريوم للليفت اتريوم. يقول بالحاله الطبيعيه بعد الولاده هذه الفتحه تنسد، هذه الفتحه تلتئم وحدها وتنسد، لكن اذا ما التئمت وبقت نفسها هذا اعتبره كونجنتال هارت ديزيز من نوع اللي هو الاي اس دي، اللي هو الاتريال سبتال ديفكت، تمام، اذا ما سدت. جيد، هسه وضحت السالفه؟ زين، ها شنو هو؟ بوست ناتالي، يعني يقول بعد الولاده اذا ما سدت يصير هذا المرض. زين، من بعد هذا الشيء اذا صار هذا المرض، الدور راح تنقلب العمليه بالعكس، راح يكون انتقال الدم يصير من الليفت للرايت. ليش من الليفت للرايت؟ لانه الضغط اللي راح يصير بالليفت سايد اكثر من الضغط اللي يصير بالرايت سايد. شلون؟ لان الدم اللي جايني من الليفت سايد اللي هو باستعمال العضله، تمام، العضله اللي يعني المسافه قليله. شوف هسه شلون اقول لك انا شغله، فرضا اجيب لي سهم قوس الي وقوس الك، اوكي، اني اصير بصف من؟ اصير بصف هذا الهدف اللي دائره اللي نضرب عليها السهم، وانت صير بعيد عنها. من هو اللي راح تكون الضربه مالته، او من هو اللي راح يخلي السهم يدخل اكثر بهذه النقطه؟
انا راح ادخله اكثر، يعني قد راح ادخله مثلا 5 سنتيمات 6 سنتيمات، لو انت اللي راح تدخله اكثر. هنا اثنيناتي السهام راح يدخل بهذه الدائره مات الهدف، لكن من هو اللي يدخل السهم اكثر، انا لو انت، القريب لو البعيد؟ اكيد القريب يدخله اكثر. ليش؟ لان الضربه تكون قويه والمسافه تكون قصيره، على عكس ويا من؟ ويا البعيد اللي تكون ضربته صح قويه لكن المسافه بعيده، لذلك راح تفقد القوه تدريجيا. زين، فهنا هم كذلك القلب والدم اللي جاني من الرئتين، المسافه اللي من الرئه والحد الرايت او الليفت اتريوم، مسافه من الرئه لحد الليفت اتريوم، وقوه ضخ الاتريوم، قوه العضله مات الاتريوم تسمح لي انه زيد الضغط. تمام، الضغط ترفعه، يعني القوه اللي تكون بالليفت سايد تكون كبيره، بينما بالرايت سايد شلون كانه الدم جاني من جميع انحاء الجسم، يلا جاني للرايت اتريوم، يعني مسافة كبيرة فيكون الضغط مالته قليل. هاي على مود افسركم اياها ليش هيك، فراح ينتقل من الليفت للرايت بحسب الضغط، بينما بالعكس قبل الولادة من الرايت للليفت، لان ما كان عندي اكو، يعني الرئة ما كانت تشتغل، لذلك ما دام ما كانت تشتغل فشنو هو، فما لها علاقة، الرايت يكون اكثر من الليفت، لانه الرايت جاي من الجسم، جاي من الدم مال الجسم كليته، فقوته تكون، يعني ضغط مات الدم مات الرايت يكون اكثر، فينتقل من الرايت للليفت، مع العكس اذا اشتغلت الرئه راح يصير الليفت براجر اكثر من الرايت براجر، فينتقل من الليفت للرايت. حلو، هسه هاي اخذناها. فش يقول اذا انتقل الدم من الليفت سايد للرايت سايد، يعني راح يمتزج الدم المؤكسج اللي موجود بالليفت سايد ويا الدم الغير مؤكسج اللي موجود بالرايت سايد، يصير اكو ميكسينج بين الاوكسجينيتد اند دي اوكسجينيتد بلاد. تمام، هذه هسه عرفناها. بعد يقول الاي اس دي اللي هو الاتريوم او الاتريال سبتر ديفكت اكور الموست انيوير لونج سبتم، يعني يحدث بكل المسافات اللي موجوده او على طول السبتم اللي يفصل بين الاتريوم والاتريوم، بس بانواع، بما يعرف بالاوستيوم سكندم وبما يعرف بمن بالاوستيوم بريميوم. هسه راح نعرف شنو الاوستيوم سكندم والاوستيوم بريميوم. تمام، هنا الاتريال سبتر ديفكت، شوفوا لي هذا شو نسميه، هسه هذا شو نسميه بالسبتم سكندم اللي هو باللون الاصفر، سبتم سكندم. تمام، وهذا يعني شنو هو، الجزء العلوي هذا شو نصيح له، سبتم سكندم، والجوه شو نصيح له، سبتم بريميوم. وضحت هسه السالفه؟ زين، اذا كانت الفتحه من فوق هنا شو نصيح له، سبتم سكندم، واذا كانت الفتحه من جوه شو نصيح له، اصيح له سبتم بريميوم. هي ممكن تصير الفتحه هنا وممكن تصير الفتحه هنا، وضحت هسه السالفه، هاي الفرق بيناتهم. زين، هسه هذه خلصناها، نجي الى مرض ثاني او ديفكت ثاني يصير اللي هو الباتنت فورامين اوفيولا بي اف او. شنو هذا البي اف او؟ هذا عباره عن فتحه، نفس الشغل اللي اخذناه من ساعه، هو نفسه يعني مرتبط ويا الاتريال سبتر ديفكت اللي هو احد انواعه طبعا. زين، هذا الباتنت فورامين اوفيول شو يقول؟ اسمعني ركز هنا، شنو فرق عن الاتريال سبتر ديفكت؟ هذا الاتريال سبتر ديفكت الدم ورا الجسم، الدم ورا الولاده اذا ما سدت هذه الفتحه يبقى يمشي من الاتريال للفنتريكل، العفو، من الاتريوم ليفت او الليفت اتريوم للليفت للرايت اتريوم. تمام، بعد الولاده اذا ما سدت يبقى الدم يمشي، وضحت السالفه؟ بينما بالبوتنت او الباتنت فورامين اوفيولا اللي هي البي اف او، هذا ايش راح يصير؟ هذه اكو فتحه، زين، هذا اكو فتحه هنا، هي تكون طبيعيه قبل الولاده، تكون طبيعيه، شوفوها قبل الولاده شو تكون؟ تكون طبيعيه، كلينيكال سايلنت، يعني ما بيها شيء، كلينيكال سايلنت، ما تظهر لاي اعراض. يقول سينس ذا هاير ليفت اتريال بريشر كوزز فانكشنال كلوزر اوف ذا فالب اوف ذا فلاب فالف. شو يقول؟ اسمع، بعد ركز لي بهذه الصوره، هسه ركز لي بهاي الصورة، شوف هنا، لاحظوا لهاي الزيادة، شوفوا وين طالعة، هسه لو بالحالة الطبيعية لو اكو فتحة فهذه الحماية توصل لهنا وكافي. تمام، هذه تبقى فتحة فما تقدر تنسد، هاي مثل ما مثل اتريا صابت الديفكت، مثل اتريا صابت الديفكت ماكو شيء يسدها، يعني هي اكو نقص هنا، لكن بالبي اف او او الاو اف، هذه شنو هذا؟ هذه اكو زياده اللي هنا واصله، شلون الفالف اكو زياده واصله هنا، بحيث من يجيها ضغط منا او دم منا يضربها راح شو يسوي، راح تتحول تصير هيجي، تنسد،
يعني يجيها ضغط زين، مو كان ما هي كانت هيجي، من يجيها ضغط منها راح تتحول تصير هيجي فتنسد، فمن يجيها كونتراكشن من الاتريوم راح يسدها، لكن من يكون الليفت اتريوم ريلاكس راح يعبر الدم منها لهنا، لكن من يكون الاتريوم كونتراكشن راح تنسد. وضحت هسه السالفه؟ هذه من هي البي اف او. شو يقول؟ يقول بي اف او ماني هاوفر بث روت باي ذا ويتش فينوس امبولزم، تكون مسؤول عن ما يعرف بالفينوس امبولزم. شنو فينوس امبولزم؟ ركز لي شويه، اللي يسميها بالبارادوكسيكال امبولزم. ماخذين احنا بالفيت اوف ذا امبولزم، اذا تذكرون انه الامبولزم اكثر شيء شبيهة الامبولزم اكثر شيء شو تكون اذا انتقلت مثلا من الدي في تي، فرضا دي في تي الامبولزم، وين راح تروح اكثر شيء؟ وراح تروح اكثر شيء لللانج؟ لو لا مو لو لا، ليش لللانج؟ لان من راح تجي للرايت اتريوم، وراها من الرايت اتريوم للرايت فينتريكل، وراها المن للبولموناري ارتري، من البولموناري ارتري تحشر باللانج، هذه ندري بيها بولموناري امبولزم زين. لكن اذا الشخص عنده بي اف او تمام، اذا عنده هذه الفتحه، فهاي الفتحه ايش راح تسوي؟ بالي هسه هذه هنا، هذه ضربت لكم عليها مثال، قلت لكم مثلا جتني امبولزم دي في تي، هذين اللي نقاط البيض، فالنقاط البيض منها من السوبرا فينتريكل الفينا كافا سوبيرر والانفيرير، من الرايت فينتريكل رايت اتريوم للرايت فينتريكل للبولمونري ارتري، ويروح يحشر باللنك يسوي لي بولمونري امبولازم، مو هيك شيء؟ هذه ماخذينها. لكن بحاله البي هذا الجسم البوتنشال، يعني بوتنشال شنو البي اف او، العفو البي اف او، اذا صارت اكو فتحه هنا، شوفوا هاي الفتحه، فمن راح تجي الامبولازم مثلا منها تمشي من سوبيرر اد انفيرير فينا كافا، تنقل لي منها، مو شرط امبولازم، اي ماده ثانيه حتى الدم يعني زين. من يجي للرايت اتريوم، من الرايت اتريوم قبل لا يعبر للرايت فينتريكل يلقى هنا اكو فتحه، شوفوها يلقى هنا اكو فتحه، فيمر من خلالها من هو الامبولازم او الخثره هذه تمر منها، هي هم تقدر تروح للرايت فينتريكل، بس هنا هم لقت فتحه راح تمر من عندها، من راح تمر من عندها معناها انتقلت من الرايت سايد للليفت سايد تمام، من انتقلت للليفت سايد وين راح ممكن تعبر؟ ممكن راح تنزل لي وين؟ الى الليفت فينتريكل، من تنزل للليفت فينتريكل وين راح تروح وراها؟ راح تروح للايورتا، مو هيك الاولى، اذا راحت للايورتا وين راح ممكن تروح؟ تروح للبادي، ممكن تروح للدماغ، سبب لي اسكيميا بالدماغ، مو ممكن تروح لي مثلا على جهه الاكزيلا، ممكن تروح للكدني، ممكن تروح يعني لاي منطقه رايح لها شريان كبير تمام، راح ممكن تحشر بها، في نسميها البارادوكسيكال او البارادوكسيكال امبولازم. هسه هنا الامور واضحه، اول حالتين مرضيتين اخذناهم، نجي بعد المن هسه الدور، نجي الى ما يعرف بالفنتريكول سبتال ديفكت. الفنتريكول سبتال ديفكت من اسمه يعني وين؟ بين من؟ بين الفنتريكول، نفس الشيء اللي اخذناها اللي بين الاتريوم، بس هذه بين من؟ بين الفنتريكول. حلو، خلينا نبلش هسه. يقول الفنتريكول سبتال ديفكت هي عباره عن اوبننج تصير بين من؟ تصير بين الفنتريكولات. اوه شنو هذه؟ تمام، بين الفنتريكولات مثل ما تلاحظون هسه قدامكم، هنا صار اكو فتحه بين الفنتريكولات، يمشي الدم من الليفت للرايت او من الرايت للليفت حسب الضغط. اوكي، شو يقول؟ يقول لانه سينس ليفت فنتريكول بريشر، لانه الليفت فنتريكول بريشر يكون يعني ضغط اعلى دائما الليفت، يكون ضغط اعلى من الرايت، ليش؟ قلت من ساعه وضحت لكم السبب زين، خصوصا بعد الولاده يعني ما له علاقه قبل الولاده. فينتقل الدم منين؟ ينتقل الدم من الليفت للرايت، يعني يجي منها من الليفت يروح للرايت، يعني الدم المؤكسج يروح من؟ يروح للدم الغير مؤكسج، الدم يعني الدم المؤكسج هنا يبقى خالص، الدم المؤكسج يبقى خالص، ما يجي واحد يتدخل عليه، بس هذا الدم الغير مؤكسج يجي ويا دم مؤكسج ما راح ياثر للشيء، مع العكس، فلنفترض لو اجى الدم الغير مؤكسج ويا الدم المؤكسج راح يصير اكو نقصان بالدم المؤكسج. يعني شلون؟ انا هذا الدم عندي مشبع بالاكسجين، وهذا الدم ما بي اكسجين تمام، فاني اذا اضيف الدم بي اكسجين الى دم ما بي اكسجين ما راح ياثر عليه، راح يروح لللانج مره ثانيه وتعاد الدوره مالته ويرجع من جديد. لكن اذا اضيف الدم غير مؤكسج الى دم مؤكسج، وهذا الدم المؤكسج هذا اللي ضفت له اني، وين راح يروح؟ يروح للجسم للايورتا، فهو مثلا كان يحتوي على نسبه اكسجين 10% فرضا، لا 10 بس 10% فرضا، هذا الدم المؤكسج اللي كان بالليفت فنتريكول يحتوي على دم على اكسجين بنسبه 10 تمام، وضفت له مثلا 5 غير مؤكسج، نطرح 10 ناقص 5 شلون السالب والموجب؟ 10 ناقص 5 يبقى 5، يعني الدم المؤكسج عندي نسبته باقيه 5 تمام، يعني الدم المؤكسج اللي راح يروح للجسم 5 بينما هو بالحاله الطبيعيه لازم يروح ل 10،
فيصير عندي هيبوكسيا وين؟ بالأورجانات، بالأورجانس. وضحت السالفة؟ زين. فهذا يعني الفرق، قلت لكم فرق يعني شنو التأثيرات مال السينوتيك والأيوسينوتيك اللي هسه راح ناخذها بعد. المهم هسه هذه عرفنا شنو الفنتريكل سبتال ديفكت. نجي هسه لمن؟ لما يعرف بالباتنت داكت ارتريولز. الباتنت داكت ارتريولز اللي هي تصير عبارة عن داكت او يعني شانت، يعني داكت سميها شلون الاتصال بين من وبين من، يصير بين البولموناري ارتري وبين الايورتا، بين البولموناري ارتري وبين الايورتا مثل ما تلاحظون قدامكم هنا بهاي الصوره. تمام، شوفوا هسه البولموناري ارتري، وهذا وين راح؟ هذا هو البولموناري ارتري وهذا الايورتا، وصار بيناتهم فتحه، يعني يمشي الدم منين؟ من الايورتا للبولموناري ارتري. ليش؟ ان الضغط اللي بالايورتا اكثر من الضغط الرئوي، الضغط اللي بالشريان الرئوي هذا نعرفها. الضغط الشريان يكون اكثر من الضغط الرئوي، هذه نعرفها مو لولا فما ناسينها. زين كمل، شو يقول بعد؟ يقول this vessel، طبعا هذا ال هذا الشنت او هذه الفتحه اللي تصير، تصير قبل الولاده، هي قبل الولاده موجوده يعني تمام عادي، لكن بعد الولاده لازم تنسد. اذا ما سدت راح تسبب لي شنو؟ راح تسبب لي قلق، نفس من نفس الاثري اصابت الديفكت، نفس الشيء. اوكي، شو يقول؟ يقول after birth as the pressure in the pulmonary artery drops follow perfusion of the lung failure to the close leads to BDA. يعني بعد الولاده اذا ما سدت هذه، اذا ما سدت هذه الفتحه راح يسبب لي البي دي اي اللي هي البتنت داكس ارتريوز. هي قبل الولاده طبيعيه، لكن بعد الولاده اذا ما سدت تسبب لي هذا الديفكت اللي يصير. يقول بلاد فلو ثرو بي دي اي راح يكون من الايورتا للبولموناري ارتري. ليش؟ بحسب الضغط، قلت لكم الضغط بالايورتا يكون اكثر من الضغط بمن؟ بالبولموناري ارتري. يعني شوف هذه كل هالشغلات شو تسوي؟ السبب الهيبوكسيا، يعني نقصان بنسبه الدم اللي المؤكسج. يعني شلون هسه قلت لك بالليفت شو اسمه بالليفت سايد وهذا الرايت سايد. بالليفت سايد انا عندي قلت لكم مثلا 10 دم مؤكسج، تمام، هذا ال 10 دم مؤكسج بالحاله الطبيعيه يكفي للجسم كليته، بينما لو عندي تسرب، عندي تسرب يعني انتقال للدم، مثلا هنا عندي شانت او هاي فتحه، يعني ينتقل لي من الايورتا، الايورتا اللي لازم يحمل لي 10 دم مؤكسج ودي للاورجانات، صارت لي اكو فتحه وراح من قسم من الدم هذا المؤكسج وين راح؟ راح للبولموناري ارتري. ما كان 10، ممكن راح يقلل صار 8 دم مؤكسج، فما يكفي لي للجسم هيك، يعني يقل لي الدم المؤكسج بتالي سبب لي ممكن هيبوكسيا بمن؟ بالاورجانات البقيه. نجي للنوع الثاني اللي هو الميكانيكال مرمرز. ميكانيكال مرمرز شنو هاي؟ يعني اسمع مرمر بالدايستول والسايستول مات الجسم، مات القلب العفو، زين، اثناء الدايستول واثناء السايستول، هذا يسمي هذا مرمر ميكانيكال مرمر. ليش يصير هذا الميكانيكال مرمر؟ بسبب البلد فلو اللي يكون اب نورمال، بسبب الشانت اللي يصير، بسبب الاتريال سبتال ديفكت او الفنتريكولار سبتال ديفكت، تمام. المهم اب نورمال، اب نورمال بلد فلو سبب لي الميكانيكال مرمر. زين، يعني تدفق غير طبيعي. بعد يقول الفا ليفت تو رايت شانت بلاد، هاي نفسها اللي قلناها من الساعه، كوس سيانوسيس. يعني يقول تدفق ليفت تو رايت شانتينج اوف بلاد داز نوت كوس سيانوسيس، ات كان بي بروبلماتيك ليتر اون اف ان ترايتد وذ ذا اكسنت او بروبلم ديبندينج اون ذا ديجري شانتينج. اي ما بيها شيء، بس يقول كرونيك ليفت رايت شانت كان ليد تو فاسكولار ريموديلينج of the pulmonary circulation and the increase in pulmonary resistance. شو يقول؟ يقول هذه مثلا الشنتات او الفتحات اللي تصير، مثل هاي الفتحه اللي هنا الشنت اللي صايره، تمام، او اللي فتحه اللي صايره هنا ديفكت، هذه اذا بالبدايه بدايه البيرث وعالجناها ما راح تاثر لي، ما راح تسوي لي شيء باعتبار هاي بدايه العمر، لكن بعدين اذا ما عالجتها الديماند راح يزداد، تعرفون، والاكسرسايز اللي يسوي الشخص يزداد بزياده العمر مالته، فراح ياثر لي، يسوي لي ديفكت، تمام، ويسبب لي ساينوسيس. ليش ساينوسيس؟ يعني شلون قلت لكم؟ الدم راح ينقص، الدم راح يقل، اوكي؟ الدم المؤكسج اللي راح يروح للاورجانات قليل، ينقسم يعني من عنده تسرب لمن؟ رجع لي للراي سايد او للبلموناري ارتري. شلون هسه من ساعه من ضربت لكم مثال اني؟ تمام هسه السالفه؟ بعد نكمل. يقول لكن اذا ما عالجناها راح يسبب لي شنو هو؟ يسبب لي مشاكل نسميه بالكرونيك ليفت تو رايت شانتنج كان ليد تو، يعني اذا استمرت راح تؤدي لي لمن؟ راح تؤدي الى الفاسكولار ريموديلينج اوف ذا بولمونري سيركوليشن اند ان انكريز ان بولمونري ريسيستنس. راح الدم اللي راح يروح للرئتين، زين انا قلت لكم انا من هو الضغط الاكبر؟
البولموناري ارتري لو الايورتا ارتري الايورتا زين الايورتا محافظ على قوته منين؟ منين جاي القوه مالت الريسستنس مالته او القوه مالت البريشر مالته منين جايتني؟ جايتني على قد الدم اللي شايله، ايش قد شايل دم؟ شايل 10 دم مؤكسج تمام؟ جايتني القوه من الدم اللي شايله، هاي كتوضيح للفكره مو حرفيا تمام؟ فالمهم هسه واضحه الفكره لحد الان؟ واضحه. فهذا الايورتا من صارت اكو فتحه به، تخيله بالون، تخيله بالون هذا الفتحه. بارون يعني عندي بارون مات الايورتا وبارون مالت من مات البولموناري ارتري. البارون مات الايورتا من فوق كلش، بينما البارون مالت من مات شو اسمه البولموناري ارتري قليل. زين يعني من هو الريسستنس مالته اقرى؟ من هو البراجر مالته اقوى؟ اللي هو الايورتا. اوكي، لكن اذا اسوي فتحه من البارون مات الايورتا للبارون مات البولموناري بارون، ايش راح يصير؟ راح تنتقل القوه وينتقل الهواء، كمثال ينتقل الهواء من البارون مات الايورتا للبارون مات من مات البولموناري ارتري. زين فراح البولموناري ارتري يكبر، يستقبل هواء جديد يكبر، فالبريشر مالته يزداد، الضغط مالته يزداد، القوه مالته تزداد. وضحت السالفه هسه؟ فنسميها ازدياد بالريسستنس مات البولموناري ارتري. اوكي، اذا ازداد الريسستنس مات البولموناري ارتري وين هو بالحاله الطبيعيه؟ انا اقل برجر اقل ريسستنس القاها بالبولموناري سيركوليشن، بالبولموناري ارتري يكون الضغط مالته جدا قليل. لكن بهاي الحاله المرضيه زيد لي الضغط الرئوي، والضغط الرئوي اذا زاد يعتبر كمشكله. شو نسمي هذه المشكله؟ ها، اذا زادت هذه المشكله ايش راح يصير؟ راح يصير بالعكس، راح يصير بالعكس، تنقلب العمليه. راح الدور يقول الاف ريسستنس اوف ذا بولموناري سيركوليشن انكريز، اذا زادت الضغط مالت البولموناري سيركوليشن ايش راح يصير؟ راح يصير اكو انتقال او شو اسمه انتقال الدم بشكل معاكس من الرايت سايد للليفت سايد. يعني مو كان ما كان البولموناري يستلم من الايورتا، هسه الدور راح تنقلب العمليه، دور البولموناري ينطل الايورتا تمام، لان الضغط مالته ازداد. وضحت السالفه تمام؟ فشو نسمي هاي السيندروم او هذا المرض هذا شو نسميه؟ نسميه بالإيزنمنجر سيندروم تمام؟ لحد الان ان شاء الله الامور واضحه. نجي هسه لمن للكوراكشن اوف ذا ايورتا. شنو الكوراكشن اوف ذا ايورتا؟ كوراكشن اوف ذا ايورتا معناه تضييق يصير بالايورتا، تضييق يصير بالايورتا. خلنا اوضح لكم هنا الشغله المهمه اللي انتم لازم تفهمونها بالكوراكشن اوف ذا ايورتا، مو شرط يعني اقرا الشرح على مود تفهمون، المهم اوضح لكم الفكره، لان هي الكونجنتال هارد ديسيز تعتمد على الفكره. فرضا هسه انا عندي هذا القلب زين، وهذا طالع الايورتا من عنده، وهنا تعرفون اكو برانشات رايحه للكوراتيد الكاروتيد والى اخره، مو برانشات برانشات زين، هذا بالنورمال. زين خلنا دنيها هنا شويه، هذه بالنورمال وهاي البرانشات اللي طالع زين. اوكي هسه خلنا ناخذ الابنورمال اللي هو راح نحكي عليه هسه مال الايورتا كوراكشن. اجى الايورتا مشى زين، وصل لهاي المنطقه، راح اقارن لكم بيناتها. هسه هاي المنطقه منها لهنا، هاي المنطقه منها لهنا، جيد. هنا شكو اكو عندي برانشات، زين البرانشات اللي طلعن الكاروتيد يعني يروح التفرعات مالاته زين. اوكي وراها راح يستمر الكاروتيد ارتري او الايورتا ارتري، بس ايش راح يصير؟ راح يصير هنا اكو تضييق ورا ذن الجريت برانش او التفرعات الكبيره مالته، راح يصير هنا اكو تضييق بي هيك، هنا صار اكو تضييق. اوكي وبعدين هم يتقسم زين. فهنا صار اكو تضييق، هذا التضييق اللي صار بهاي المنطقه ايش نسميه؟ نسميه بالكوراكشن ايورتا. اوكي هذا نسميه بالكوراكشن ايورتا. اكيد اكيد ورا هذا ورا هاي المنطقه اللي هنا المنطقه هم اكو تفرعات ثانيه، ها شنو هاي؟ هم اكو تفرعات ثانيه مو هيك؟ هنا هم اكو تفرعات ورا هذا التضييق اللي صار تمام؟ هاي هنا هم بيها تفرعات هيك. فالمهم اللي اريد اوضح لك اياه انه الكوراكشن ايورتا وين يصير؟ يصير ورا التفرعات الجريت برانش، ذن الجريت برانش. كوراكشن ايورتا يصير هنا بهاي المنطقه اللي هي بشكل المربع تمام؟ فاللي اريد اقول لك اياه هسه النقطه المهمه، انه التفرعات اللي يصير قبل الكوراكشن مات الايورتا، قبل التضييق مات الايورتا اللي صار، ذن راح يعني ما بهن شيء. مثلا عندك هذا الكاروتيد ارتري او الكاروتيد برانش، هذا راح يغذي لي الدماغ وبدون اي مشاكل. ليش؟ ما بيتضيق، هو جاي يستلم دم طبيعي
تمام؟ كأنه هنا بالحالة الطبيعية. لكن التفرعات اللي صايرات ورا التضيق، هذا التضيق صاير بهاي المنطقة، التفرعات اللي صارت ورا التضيق ذني راح يتأثرن، ما راح يستلمن دم هواي، خصوصا ذني اللي يروح للإكستريميتيز، تمام؟ من ضمنه الفيمورال آرتري. فالفيمورال آرتري مثلا راح أحس النبض بيش يكون، النبض مالته يكون ويك، تمام؟ يكون دايليت، يعني يكون متأخر، زين؟ بهذا الشكل. هذا هو من هو الكوراكشن اوف ذا ايورتا، زين؟ وهذا هو التوضيح مالته، مالت الكوراكشن اوف ذا ايورتا. شوفوا ذني البرانشات اللي ما راح يتأثرن، وهذا تضيق مات الايورتا، والبرانشات اللي ورا هذا التضيق راح يتأثرن، زين. هذه خلصنا من عتها. هذه نفسها السيم مانجر سيندروم، هذه نفس اللي اخذناها من ساعة ما بيها شيء. هسه نجي لمن للشغلة الأخيرة والسايد الأخير اللي هو بعض الحالات المرضية الأخرى. أول واحدة اللي هي التيترالوجي أوف ذا فالوت. شنو هذا التيترالوجي أوف ذا فالوت؟ هذه هي عبارة عن حالة مرضية تصيب همنا يعني congenital heart disease، يصير بها أربع ليجينات. شنو أربع ليجينات؟ يعني four lesions، ثلاث أربع عيوب. شنو هذه العيوب الأربعة اللي يصير بها؟ ذني هنا وانها الصورة اللي مخليكم ياها هذني. أول شيء يصير overriding aorta. overriding aorta معناها شون الدم اللي يجي للأيورتا يكون يعني البرشر ما تقيل. هسه راح ناخذ شنو نعرفها شنو هي. بعد البولموناري ستينوسيس، يصير بالشريان الرئوي ستينوسيس، تضيق، تمام. فنتريكولار سبتال ديفكت، يصير اكو فتحه بين الفنتريكل وبين بين الفنتريكولات، تمام. ويصير اكو رايد فنتريكولار هايبرتروفي. هذه كلها شو نسميها؟ نسميها بالتيترولوجي، وينها؟ تيترولوجي فالوت. ثلاث اربع شغلات يصيرن تيترولوجي فالوت، زين. المهم فانا اخذناها بس قلت لكم ها الاوفردينج ايورتا معناها الايورتا جاي يستلم دم منين؟ يستلم دم من الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل، يعني دم مؤكسج ودم غير مؤكسج. سوي يستلم لان اكو شانت، اكو فتحه، هاي الفتحه، تمام، اللي تخليه يستلم منها ومنها. المهم هذه خلصنا من عندها. نجي دور المن هسه. بعد البولموناري ستينوسيس هذه قلناها انه صار تضيق بالشريان، صار فينتريكل هايبرتروفي، اوكي. اذا صار اكو نادنا نبهكم عليها، اذا صار اكو فنتريكولار هايبرتروفي. هايبرتروفي يعني شنو؟ يعني صار اكو العضله مات الفنتريكل او الرايت فنتريكولار تكبر، تقوى. من تقوى راح من تتقلص تدفع الدم باقوى، بشكل اقوى، تمام. كانه هسه الرايت فنتريكولار مصل تلعب حديد والليفت ما تلعب حديد، تمام. فمن هي الاقوى؟ راح تكون الرايت فنتريكل. لذلك الضغط من هو اللي راح يكون؟ من هو راح يكون ضغط اعلى؟ ضغط الرايت اكثر من ضغط الليفت. قوة البامبينج مات الرايت فنتريكل اكبر من الليفت فنتريكل. لذلك اثناء الكونتراكشن راح يندفع الدم من الرايت فنتريكل لمن يروح للليفت فنتريكل، حلو. فالايورتا ايش راح يستلم؟ راح يستلم دم مؤكسج ودم غير مؤكسج، وضحت؟ على العكس من ساعه من اخذنا بالفنتريكولار سبتال ديفكت ما كان اكو هايبرتروفي بالرايت فنتريكل. لذلك الدم يجينا منين؟ يجينا حسب القوه، حسب المسافه اللي شرحت لكم اياها من ساعه. المسافه اللي تكون بين البولمونري وبين الهارت تكون قليله، لذلك الليف سايد يكون البرشر مالته اعلى، فينتقل الدم منين؟ من الليف فنتريكل للرايت فنتريكل. بينما هنا لا، صار هايبرتروفي، بالتالي غير له الضغط، انتقل من الرايت للليفت. جيد، هذه هسه خلصنا من عندها. طبعا هنا ركزوا لي لان راح ناخذها هسه بعدين بسينوسيس اند عن سينوسيس. هسه هذه خلصنا من عندها، زين. نجي بعدين للترايكوسبيد اثرايسيا. ترايكوسبيد اثرايسيا شنو معناها؟ معناها الترايكوسبيد اللي هو الصمام اللي يربط بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، هذا مسدود، ماكو صمام، يعني هو ماكو صمام، تمام. هي حاله مرضيه، بالتالي القلب ايش راح يسوي؟ راح يسوي لي فتحه اللي هي هذه البي اف او، تمام. هو مو اجى الدم من هذا الرايت اتريوم وهذا الرايت فنتريكل، يريد الدم يعبر، ما لقى، لقى هذه مسدوده اترايشيا، يعني ما لقى اكو ترايكوسبيد هنا، اوكي. ايش سوى؟ راح اكو فتحه هنا اللي هي البي اف او، تمام، بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، الرايت اتريوم والليفت اتريوم العفو. فراح الدم اللي لقى هاي مسدوده وين راح يروح؟ راح ينتقل للرايت للليفت اتريوم العفو، ومن الليفت اتريوم عن طريق الصمام الميترالي ينتقل لمن؟ للليفت فنتريكل، ومن الليفت فنتريكل ينتقل عن طريق الفتحه هذه اللي هي الفنتريكولا سبتر ديفكت، تمام، راح ينتقل عن طريقها، ومن بعدها يلا يروح للشريان الرئوي، يعني فرفره كامله يلا طب لي هنا. ليش؟ انا عندي اترايسيا، زين.
هذا طبعا يسبب لي ساينوسيس، هسه راح نروح ناخذه بعدين. هسه بعد شنو هو؟ نجي الى المرض الثاني اللي هو الترانسبوزيشن اوف ذا جريت فيزل. ترانسبوزيشن اوف ذا جريت فيزل هي شنو ببساطه؟ انه الايورتا هو مو متصل، الايورتا مو بالفنتريكل، بالليفت فنتريكل، والبولمونري ارتري بالرايت فنتريكل، مو راح يصير بالعكس. الايورتا دور يستلم دم منين؟ يستلم دم من الفنتريكل، الرايت فنتريكل، والبولمونري ارتري يستلم دم منين؟ يستلم دم من الليفت فنتريكل، بالتالي هاي ممكن تكون ليثال طبعا. نجي بعد المن الى الهيبوبلاستيك ليفت هارت. شنو الهيبوبلاستيك ليفت هارت؟ يقول ان سم كيسز، هنا يقول الليفت فنتريكل وكذلك الايورتا يكون الديفلوب مالتهن يعني يكون فايل او فايل ديفلوبد، او يكون يعني ما ناميات نمو طبيعي. من هو؟ الايورتا والليفت فنتريكل. شوفوا لي هذا الصوره، طلع لي الليفت فنتريكل. وين الليفت فنتريكل؟ هذا الاتريوم وهذا الفنتريكل، هذا الرايت وهذا الرايت ليفت اتريوم، وين الفنتريكل الثاني؟ شوف اللي شوف الليفت فنتريكل ايش كبره، شوفه عنوني هذا تمام. والايورتا شوف الايورتا خياط طالع عليه خياط واحد، فهذا لازم اعالجه. اذا ما عالجه راح يصير بي شنو هو؟ راح يصير بي يكون ليثال، يعني يكون مميت. كذلك بهاي الحاله مثل ايش حالش؟ القى البي اف او اللي هي هذا البي اف او، والقى الاتريوم سبتال ديفكت اللي هو نفسه هذه، يعني فتحه بين الاتريومات الاثنين زين، يعني بس هيك لهنا. وصلنا الى نهايه الليكتشر او هذا السيشن، بقى بس بدي افهمكم الفرق بين السينوتيك والاسيوناتيك. شوف بالسيوناتيك معناها شكو مرض او شكو حاله سينوتيك تؤثر لي على نقصان الدم المؤكسج اللي واصل للأورجانات. مثلا هذا الشنت اللي يصير بين الايورتا وبينه وبين البولموناري ارتري، هذه اذا ازدادت راح يؤدي الى زياده الضغط بالبولموناري ارتري، بالتالي راح ينتقل الدم الغير مؤكسجي من البولموناري ارتري للايورتا، مو قلناها من ساعه، بالتالي يسبب لي سينوتيك. ممكن بعد التترولوجي، التترولوجي مو قلنا راح ينتقل الدم من الليفت من الرايت فنتريكل للليفت فنتريكل ومن ثم للايورتا، يصير عندي اوفردنج ايورتا، يعني الايورتا يستلم دم من الليفت فنتريكل والرايت فنتريكل، فاذا جاي يحمل دم مؤكسج ودم غير مؤكسج تمام. بهاي الحاله معناها راح الدم المؤكسج يقل اللي راح ينتقل للجسم، فشكو مرض يؤدي الى نقصان الدم المؤكسج اللي رايح للاورجانات، شو اعتبره؟ اعتبره سينوتيك. اما الدم اللي اما الاليه او الديسيز اللي ما يؤدي الى نقصان الدم المؤكسج اللي رايح للاورجانات، فهاي الحاله شو اسميه؟ اساينوتيك. مثل من؟ مثل الديفكت اللي صاير، بس ديفكت بس نسميه مثلا فنتريكل سبتر ديفكت، فنتريكولار سبتر ديفكت، اللي هو بس يصير اكو فتحه بين الفنتريكل الفنتريكولات الثنيين، فالدم قلنا من هو اذا بس اكو فتحه، بس اكو فتحه من هو الضغط اعلى؟ الليفت لو الرايت، الليفت راح ينتقل الدم من الليفت للرايت، فممكن ممكن ما راح ياثر على الدم اللي رايح للاورجانات، فيكون اساينوتيك.